So back again at the word of personal trainers. وعطول أهم شيء بنصلت عليه اليوم ونقعد مع الناس اللي هي خاصة بهذا الفيد وهي عم بتخرج هول personal trainers وهي هدفها to educate those uh, uh, people, athletes or whatever background كانوا to understand شو يعني trainer, شو يعني coach, شو يعني هيدا. أول شيء أهلا وسهلا فيك، إذا فيك عرفنا شوي عن حالك. أوكي okay, uh, أنا اسمي <applause> اسمي نضال الملاعب. أنا حاليا ماستر ترينر بال اس بي اي بعلم بروسس بيرسونال تريننج اللي هو مجزأ لتو بارتس عندنا شيء اسمه ادفانس تريننج تكنيك يعني هو البراكيكال بارت اللي بنعلم فيه طريقة التمرين المضبوطة الصحيحة والحركات بشكل مضبوط وعندنا البارت اللي يعني هو التريننج فور هيلث اند فيتنس كيف هيدا الشخص بيقدر يوصل يحط برنامج تدريب يناسب الاشخاص اذا كانوا حسب الستيج تبعهم او الليفل يعني اذا كان بيجنر انترميديت او ادفانس سو uh, بهول so courses بيقدر يحصل على شهاده بيرسونال ترينر اللي هي هيدي الشهاده آه uh, كندية من الاس بي اي لهو نحن اكاديمية كندية معتمدة اكريديتد من اليورو بريبس ومن اليو اي اي ريبس بلس انه هي ابروف من الاي سي اس ام اللي هي الامريكان كوليدج اوف سبورتس ميديسن اليوم اذا نحكي كمان عن ان كان انت او الاكاديمي حضرتك قد ايه صار لك بذا وورد اوف تريننج ترينرز واس بي اي قد ايه صار لك؟ اوكي رح خبرك انا بدايه من اول ما بلشت اكيد انا انتو سبورتس وانا so الميجر تبعي بالاساس دارس بالجامعه فيزيكال education وصلت للاس بي تلميذ عادي بدي بلش طور حالي آه، لقيت طريقة التعليم اللي بنتعلمها بت... كنا بالاس بي او اللي هلا نقلتها انا صرت استاذ بالاس بي بعلم فيها من الا ايديوتينمنت يعني هي إديوكيشن اند انترتينمنت ان ذا سيم تايم يعني التلميذ ما بحس حاله علي ضغط انه عن... عندي درس وعندي اكيد عنده درس وعنده امتحانات بس بتتوصل المسج بطريقه سلسه ويقدر يستوعب التلميذ المعلومه بطريقه سلسه أنا صار لي بحدود ال 20 سنة بهذا الدومين، بتدرب سبورت، وعندي كذا سيرتيفيكيشن، توصلت لأنا هلأ لهيدا البارت اللي عم بعلم فيه بالاسبورت. يو منشن سيرتيفيكيشن، وكونه أنت كتير مخضرع، اليوم حأسألك: does the certificate make you a trainer ولا إتس بيوند ذات؟ أكشلي أنا للتلاميذ حتى بقول لهم سم تايمز السيرتيفيكيت هي عبارة عن ورقة إذا كانت بس مجرد ورقة ما بتفيدني، هي الفكرة أنا شو بتعلم تاقدر أوصل وأخذ هيدي السيرتيفيكيت، يعني أنا تاوصل أخذ السيرتيفيكيت لازم يكون عندي هيدا الباشن للسبورت طبيعي، ما بيهمني أحمل هيدي الورقة بالوقت يلي نحن بنركز على هذا البارت وبرجع بقول لك قلت انا بقول لهم مش موضوع ورقه موضوع شو المعلومات يلي انا بكسبها خلال هذه الدوره وقد انا بدي اشتغل على حالي وطور حالي لانه مرحله التعليم عاده ما بتكون مرحله كثير قصيره ونحن ما فينا نوصل للبرفكشن ما في انسان بيوصل للبرفكشن لازم تضلك تتعلم وتضلك تدرس تطور حالك اكثر فموضوع السيرتيفيكيشن اكيد مهم لانه باي محل هلا بالجيمات اللي فعليا هلا صار فيه awareness في اويرنس كثير للسبور، يعني اي جيم بده يوظف ترينر عنده بيرسونال ترينر بيطلب منه سيرتيفيكيشن. آه نحن بعتقد مش بعتقد نحن اكيد انه تلاميذنا اللي بيخلصوا من عنا ما بنخلي حدا يقطع وياخذ السيرتيفيكيشن الا اذا كان مثل ما بنقول انه قادر ياخذ هيك السيرتيفيكيشن يعني عنده ذا minimum تو ستارت لانه نحن بنعرف بغض النظر اذا هذا التلميذ اخذ السيرتيفيكيشن ديجري بدنا خبره على الارض بس تبلش هيدي الخبرة على الأرض بده يكون عندهم ومن هذه ينتقل عنده النولج ومن هيدي النولج ببلش ينتقل يصير عنده هيدي الاكسبيرينس هون في شغلة كمان هم انه اليوم في ناس اللي عم تتخرج هي عم تست... عم تستلم حياة ناس تانية بمواضيع معينة اللي هي ذا فتنس اسبكت يعني نحن اليوم از هيومنز وي بيلد انه نتنفس ناكل نتحرك انه تكنيكلي هيك فيري بيسك سو هن ياخذين جزء منه اليوم بموضوع اللي هو خاص انه هن في ناس فولنبل يس yes. عم بيجوا لعندهم في منهم كتير بيكونوا بين الويت لوس وفي منهم يعني ليتس توك از از اليوم بلبنان فيري فيو جو تو بيرسونال ترينر لانه هن اليوم سبورت لازم يكون جزء من حياتهم، اكثر عم يجي من نقص بمحل معين مثلا فجأة بياخذوا شهر بيختفوا، يعني مثلا مرات كثير يكون كرنت كلاينت خفيفة، فتنس بارت اوف ماي لايت خفيفة، سو so اليوم هول الترينرز كيف عم نشتغل على موضوع انه هن يكونوا ليتس كول ات للرياضه للرياضه هي اهم بوينت لانه الناس ما عم تفهم انه هي كمان رياضه ومش بس اليوم انه انت بدك تخسر كيلو تاخذ بي تي سيشن انت يعني كيف اليوم عم تمرنوا هول الناس عم تخرجوا من عندك انه انت عندك مشن اكبر من هيك انت عندك اليوم انت عم تمثلنا نحن اشتغلنا على كريكولوم اشتغلنا على ساينس اشتغلنا على هذا بليز انت صار عندك اكسس على هول الناس انت اليوم ريبريزنتنج طولت السؤال بس انه في حرقه قلب بمحل معين صار so اليوم هاو دو يو ميك ذم اندرستاند ان هن واوكينج اويرنس لهيدي الرياضه اليوم 100% سؤال طويل بس حلو <applause> كثير وكثير واسع بينحكى فيه ساعات آه <applause> قصة التمرين نحن الهدف من الترينر يلي بيخلص مثل ما عم تقول انت اتس نوت اباوت اونلي روح انا اعطي السيشن تبعي انه انا قبضت حق السيشن وفليت ابدا هي هي انا كيف بدي اخلق هذا الاورنس عند كلاينت تبعي لانه نحن بيجينا كثير كثير كيسز يعني نحن بنقول هدف السبور عاده اذا حدا بده يعمل سبور بيعمل سبور في منه بيعمل سبور فور ابييرنس نحن بنقول، خلينا نقول مثل السيلبريتيز مثل الابطال يلي عندهم بطولات هودي شغلتهم بيروحوا على الابيرنس همهم جسمهم، في ناس بيعملوا فور بيرفورمانس عندهم اداء مثلا فوتبول بلايرز باسكت بول بلايرز وعندنا عندنا ناس فور هيلث، فعليا نحن التركيز اكثر على الهيلث لانه <سؤال> <في applicator> <سؤال> <سؤال> الحياه اللي صرنا عايشين فيها هلا اسلوب الحياه اللي صرنا عايشين فيها هلا خفت قصه الحركه عند العالم، بطلت الناس عم تتحرك، العالم ورا المكاتب كل النهار على التليفون كل النهار ورا الكمبيوتر، سو بتشوف عندك الديس بالرقبه باللور باك جاع الظهر جاع الاجرين، هيدا نتيجه مش لانه في حركه بيصير عندي هيك، هيدا نتيجه عدم الحركه عم توصلنا لهيك. الاوانس عند الوعي عند هيدا الكوتش انا كيف اخلق هيدا اللايف ستايل عند هيدا الكلاينت وقول له انه انت لازم تعمل سبور مش تحت ضغط لازم تعمل سبور يعني السبور لازم تكون فور فن السبور لازم تكون فور هيلث كمان اذا انت بدك تعيش هول السنين بحياتك اللي بدك تعيشهم تعيشهم بلا وجع تعيشهم بانرجي تعيشهم مبسوط ونحن بنقول بنسمع آه بنقول انه روح عمول سبور بترتاح هي اتس نوت اباوت تو دو سبور نرتاح هي هي علميا شو بيصير جسمي وقت اللي يعمل سبور ببلش يفرز هرمون انتي ستريس هرمونز يعني الاندورفين السيروتونين ماني هرمونز سو so ذاتس واي انا بحس حالي مرتاح وعاده لما يصير في عندي الهرمون انتي هيدا الاشياء بتصير تحارب بعض الامراض من المفاصل من الأمراض من الالتهابات للستريس من... من حدا اللي عايشين بحياتنا فاكيد الكوتش بله دور كثير كبير كيف بيعلق هيدا الشخص بالسبور ويحببوا فيها ويخلوا يوصل للطريقة اللي هو بده يوصل اليوم قد ايه uh, the world of technology وعالم السوشيال ميديا نزع kind of holy graduates in terms of كيف إيه بدك تقنع a انه اليوم I'm gonna use a harsh word بس انه في يشبع, من يشبع يشبع من المصلحه بلا ما يترك نفس الناس عنده كل الوقت، يعني مرات كثير اتس انت تغير نمط شخص وموف اون او مرات كثير التي... يعني كيف انت فيك تقنع هذا الموضوع لانه كمان نحن ببلد في مشاكل اقتصاديه في كثير مشاكل وهيدا وال بي تي سيشنز هذه اذا بدنا نحكي عنها برايسز ار فيري راندوم يعني انه اتس انسين انه في ناس يمكن 60 وفي ناس بخمسه وفي ناس باللبناني يعني ما في ما في يعني ما في سأة. هو على يعني طول بقدر يمكن هو الازبط شيء الحد الادنى وبعدين كل واحد وشطارته ما عندك حد الادنى سو يو هاو دو يو كونفينس هول الناس كلها انه اوكي يو نيد تو ميك ا اوت اوف ذس بس كمان يو نيد تو انديرستاند انت عم تبني نمط حياه لناس. و ليت جو توفيق هيدا الشيء صار بالضبط امبارح مع الانستكتورز قبل ما طلعنا كنا عم نتصاير انا وياهم هيك عم بيقولوا لي كوتش قد ايه لازم ناخذ على السيشن هو ما في موضوع قد ايه لازم ناخذ على السيشن لانه مثل عم تقول انت في عندنا وضع محدد في ناس قادره تدفع في ناس ما قادره تدفع وعبالة تتمرن اوكي نحن فينا نوجه هول الناس اول شيء اذا انا عندي ميشن وانا بحب هذه المهنه اكيد كنا لوكينج فور ماني بالنتيجه بدك تعيش هيدا شغلك بس بنفس الوقت ما بده يكون في طمع يعني انا في اخذ كذا كلاينت مع بعض اعطيهم بيت في سيشن ما نقي شخص واحد بقول له انا ليتس سي أه اذا باخذ انا شخصين او ثلاثه عم بعطيهم تتقسم هيدي السيشن على شخصين او ثلاثه اول شيء انا بكون ساعدتهم لهم وبنفس الوقت بعد الساعه ساعه لإلي أه هيدي نقطة، فين يروحوا يتجهوا على البارت اللي هو الكلاسز، بالجروب فتنس كلاسز اتس لايك كأنك انت عم تعطي تريننج لمجموعه منا كثير منا صغيره اكيد بس مجموعه منا كمان كثير كبيره قادر انت تعطي آه انفو قادر تعمل اديوكيشن قادر آه... آه... تعطي التكنيك الصح تصلح لهم انت وعم تعطي الصف في عندك كثير قصص بيقدروا العالم يروحوا لها اذا هم قادرين هن يكونوا كشخص يعني 1 تو 1 تريننج سو بتنحل اليوم من عن... عندكم انتم تقريبا هيدا اللي بنشوفها على so, بيتخرج بعدين في قصص اللي بيعملها مثل راندوم سيرتيفيكتس ان كان بوست ناتا او وات ايفر وهول القصص كلها اللي بنشوفها اونلاين وهيدا هيدا على طول بس نفس السؤال بس اي لاف تو سي اوف افري كي بلاير بالاندستري اوف بيرسونال تريننج كيف بيشوف الامور اليوم انتم من عندكم عندكم هول سيرفيسز يو بروفايد هول السيرتيفيكتس يو بروفايد اللي بيجوا غير يعني دبلوماز وسيرتيفيكتس وشي مثلا بس وان داي في شي معين وهيك عند التعليمات نحن بنشوفها كالناس اللي من برا اننا لا في عطش لا يتعلم اكثر من عطش في عطش ليكون انه في بدي أجمع أنه من أنه لحالة بشوف أنه you post the picture of the certificate that is post. بس انو أنت غير أم ببحر كتير أنت شاطر اليوم إذا عنجد بعطيك مرحبا what can you do how can you deal with the person so كمان اليوم you know, from your place as someone that is لما رابج البيت عليكم بس أنتوا اليوم you have services you have trainings أنتوا عاملين شيء مبكر مثلا you graduate people ما فيك تلحق 200-300 واحد كل يوم they're adult they're grown up people بس أنه اليوم بال بالنظرة بعد التخرج when you look at it ما في خطر بهذا الدومين كمان انه عم نفتح مجال لهول الدبلوماز الزيادة لهن يفتحوا مجال الكلاينتس اكثر عندهم بس في خطر بعد اكثر انا بسميهم حكيت كذا مرة بالأبزول. The ذا فيكتيمز الكلاينت سو اليوم انت مش دورك كمان تحمي الكلاينت اكيد اللي عم تحكيه كثير اساسي وهي بتختلف uh, um, uh, كل العالم في خير وبركه كل الاكاديميز بيكونوا يعني التارجت تبعنا هو تو ادوكيت بيبول بس الفكره نحن حتى عندنا ليتس سي نحن بالاس بي اي في عندنا كورس نيوتريشن عندنا كورس سبورتس نيوتريشن اوكي نحن بنقول يعني مش اذا انت اخذت او اخذت كورس نيوتريشن يعني انت صرت دايتيشن او اخذت سبورتس نيوتريشن انت قادر تلعب مع نو نحنا هيدا اتس النولج يعني اذا انا كلاينت خلصت الصف خلصت الساعه تبعي قال لي الكلاينت شو لازم اكل قبل التنين شو لازم اكل بعد التنين مينيموم لازم يكون انا عندي الانفو بس دل بس انا ماني دايتشن اوكي okay؟ نحنا في عندنا شيء اسمه كورسز بتاخذ انت فور سيرتيفيكيشن وعندنا شيء اسمه ورك شوب بتاخذ سيرتيفيكت اوف اتندنس انت لما تكون عم تاخذ عم تحضر ورك oh. شوب uh, ست ساعات انت إنك سبيشلايز ما بتصير سبيشلايز انا بست ساعات لانه اي مشروع انا بدي فوت فيه هو اختصاص وعباره عن كذا سنه بدي بدي اتعلم و بدي كذا سو so, بحق لك تشتغل او بحق لك تعطي المعلومات يلي ضمن هيدا الليفل الل الل اللي عندك انت ما بحق لك تعطي اكثر ممنوع انت تعرف عن حالك انه انا فيزيوثيرابيست اذا انت منك دارس فيزيوثيرابيست بس انت اذا كنت دايتيشن ليتس سي بتقدر تيجي حتى نحن عندنا ممنوع حدا يعمل سبورس نيتفيشن إذا ما كان عامل نيتشي أو إذا ما كان دايتيشن بالأساس الأساس ما فيك لأنه يعني أنت ما فيك تضط دغري لفوق بدك تطلع على السلم دازير لجوا سو كل كورس بيقدر يخولك توصل للمحل اللي أنت عندك الصلاحية أنه تقدر أنت تفوت فيها ممنوع تتخطى هذا الشيء أكيد بيرجع برجع بقول لك ذاتس واي انا قلت لك انه مرحله التعليم ما بتخلص يعني انا قد ما اعمل كورسز وقد ما اتطور وقد ما ادرس بيضل في عندي قصص اكثر that's واي نحن عندنا كم عدد كبير من الكورسز يقدر ياخذهم الشخص وبياخذوا معه اكثر من سنه بهيدي الحاله بيقدر بغطي بارت كبير بس بنفس الوقت منه اختصاص يعني انا ماني دكتور ماني فيزيوثيرابيست اوكي okay. سو so انا لي الحق اشتغل بهيدا الدومين بس از بيرسونال ترينر نحن الشهاده عندنا هي اعلى شهاده بيرسونال ترينر بالعالم هي ليفل 4 ليفل 5 يعني ما في أعلى من no. <تصفيق> <نحن> <تصفيق> بعد بيرسونال ترينر اعلى بس شو بتضل لمدى الحياه؟ نحن هي اكسبايرد افتر 3 ييرز بعد ثلاث سنين لازم هيدا الترينر يجدد الشهاده <applause> شو السبب؟ كثار بيسالوا طيب ليه بدنا يجدد ما انا اخذتها؟ انا اوكي انت اخذتها بس انت خلال هالثلاث سنين في عندك ستاديز نزلت جديد، في عندك انعمل ريسيرش جديده، في قصص مثل ما بنعرف هلا شركات الدواء ليتس سي بيطلع قرار مثلا بعد 10 او 15 سنه بيطلع شيء بيقولوا نحن وقفوا هذا الدواء او انسحب هذا الدواء من السوق، شو السبب؟ عرفوا انه نحن هن بعد هالفتره لقوا انه هذا الدواء كان عم ينفع بمحل بس بمحل ثاني عنده سايد افكت، ذاتس واي العلم ما بيوقف لهالسبب مضطر هذا الشخص تيكفي از ترينر يضلوا عم بيتابع الاديوكيشن تبعه لانه بحال نزل شيء جديد من من اي ستادي نزلت لانه برجع بقول لك نحن تابعين الامريكان كولج اوف سبورتس بس يعني بحطوا ذا ستاندردز اوف سبورتس بالعالم يعني اي شيء بيصير هن بيكونوا عم بيقولوا هيدا مسموح هيدا ممنوع هيدا لازم ينزل هيدا لازم توقفوه سو ذاتس واي لازم يكون عم بيتابع وانا بدي اسالك مثلا اليوم انتم كاكاديمي اذا فينا نفسر شوي وين هذا الشخص حنرجع نروح على الور تبع الجيمز سو الجيم اللي عندهم ستاندرد ماشينز البنش الدمبلز وهول القصص كلها سو so اليوم كمان ذا بارت اوف انت كترينر تعطي التريننج وتفسر للشخص كيف يستعمل المكنه هذا الشيء بيكون جزء من الاكاديمي كايند kind اوف of. اليوم بهذا الموضوع انه لانه يو سيد اوكي الساينس بتتغير كل شيء بيتغير بس انه Do you guys stick to the basics? لأنه في basics بضلوا ماشيين، يعني التطور بيصير على مواضيع ثانية أكيد، بس إنه stick to the basics، يعني مثلا اليوم الحق عليكم حنرد على اجوبه ناس الحق عليكم ولا الحق على السوشيال ميديا أنا بشوف ترينر فجاه فوت ستابيليتي على بوز بوز مع برايسبس هيدي عالم السوشيال ميديا عمل انه نحن بدنا نكون اسرع واسرع نمط سريع بالحياه يلا بدي شي جديد لانه بيزهق الكلاينت ولا الحق عليكم اوكي قصه السوشيال ميديا مثل ما بتقول هيدا شيء كثير خطر أه وللاسف انت ما فيك توقف يعني أه بيطلع حدا على السوشيال ميديا انت هلا او انا هلا بوقف انا بوقف بعمل حركه بقول لهم هيدي هيدي الموفمنت بتفيدني بكذا بكون عندي فولورز الوف من العالم الناس اللي عندها نولج حتعرف انه هيدا حكي غلط بس عندك انت قد ايه الناس بهيدا الدومين عندهم هيدي النولج الناس اللي ما بتعرف حتشوف انه هيدا عنده فولورز كثير وهيدا كذا حيروح يلحقوه الفكرة انا بقول لهم نحن بنقول لهم بهيدا البارت انه مش أي حدا على السوشيال ميديا حاطط أي معلومة مصور أي فيديو عم بيعمل أي موفمنت عم بيقولوا إنه هيدي بتعمل واحد اثنين ثلاثة نصدقوا ونروح لازم تروحوا تشوفوا هو هيدا الشخص شو السيرتيفيكيشنز اللي معه وين دارس وإذا أنا عندي النولج قادر أعرف إذا هيدا الشخص عم بيحكي صح بشكل علمي أو لا نحن منرد اي شغله للعلم، يعني بهيدا المحل الوحيد يلي الشخص ما بيقدر يكذب العلم، لانه العلم بيكون مثبت وبيس على العلم هذه القصص المعموله، فهي الفكره انه ايه انا بدي اعرف مين هيدا الشخص اللي عم بيحكي اذا انا بقدر امشي واعمل مثل ما هو عم بيعمل ولا لا هيدا الشخص عم بيحكي غلط. سو السوشيال ميديا قد هي اذا استخدمتها بطريقه صحيحه بقدر عن جد تفيد العالم ووصلهم للتارجت اللي بدن اياه، واذا كنت عم بستخدمه بطريقه ما في علم ما في نولج قد معقول انا مش معقول اكيد اكيد, أكيد باذي العالم، سو هيدي هيدي هي الشيء بيرجع للشخص مين لمين ال... عم بيتبع وهل هو مصدق هذا الشخص ومؤمن فيه برجع بقول لك بده يعرف هو مين هذا الشخص وشو عنده السيرتيفيكيشن شو الباك جراوند تبعه ذاتس ات انتم اليوم كاكاديميز يو سبلاي ذا ماركت اوف جيمز بل العامله الكبرى اللي هن ترينرز وبعدين كل شيء اليوم بتحس متطلباتهم غير عن قبل وات دو ذي لوك فور مين قصدك الجيم فاسيلتيز بالترينر شو بيدوروا بالترينر كيف بيعملوا اسسمنت؟ كيف بجيبوه؟ اوكي بجيبوه اذا بيجيب اكثر بي تي سيشنز ولا بجيبوه لانه هو فهمان اكثر؟ اوكي هذا هيدا السؤال. ايه ات ديبنس شو هو الجيم في عندك كذا كذا ليفل بالجيم خلينا خليني اصنفهم انا وياك ABC let's say. Part of the gyms, even the age based جيمز بيكونوا looking it's not about only the shape بيعملوا interview وكثير مهمه اللي عم بيعمل انترفيو بالجيم تا يوظف هذا الترينر اتليست بده يكون هو عنده نولج بالسبورتس يعني بده يكون هو شخص بيعرف سبورت دارس تا اقدر انا اعمل اعمل الانترفيو اقدر اقبل هيدا الترينر لانه الترينر اتس not about اونلي ابييرنس appearance از appearance ا must يعني لازم يكون في ابييرنس بيكوز من الابيرنس انت بتخلق التراست عند عند الكلاينتس يعني اذا انا الابيرنس تبعي حلو الكلاينت حيقول واو انه انا بدي اصير مثلك او انا بدي اصير مثلك بس هي ما بتوقف على قصه الشكل هي بتوقف على قصه النولج شكل مع النولج والمعرفه لازم يكونوا اثنيناتهم لازم العمل انترفيو لكل ترينر اذا في مينيموم قصص لازم يبلش الترينر يعرفها اكيد في اشياء بكون معلمها بس مثل ما بنعرف نحن باي اختصاص بالجامعه بخلص بروح بيعمل ستاج واحد سو so في قصص مينيموم لازم تكون موجود عند هذا الشخص اللي مخلص تيقدر يفوت باقل شغله مع هاد العالم ومع الوقت هي النولج موجوده عنده والمعرفه بيقدر يبلش يطور حاله أكتر uh, وفي عندك جيمات they are they're looking only for for appearance بس ما بيطلعوا على على ال هلا انا بقول أقولها off-record عشان ما بعدين يجمعوا علي انا I would say it I've met a lot of out of shape people the best trainers um, that, that's يعني... right that's why I'm like انا شكلي بيلعب كثير دور مهم بس الاديوكيشن اهم، سو so, نحن بنحاول نجمع بين الاثنين، يعني انا لازم يكون شكلي، نحن انا بقول لهم نحن مش مطلوب نكون منا الترينر يكون بدي بيلدر او مش مطلوب البنت تكون توب موديل تتكون ترينر، نو، لازم يكون عندنا ذا مينيموم شيب، يعني الشكل مقبول جدا، شخص ببين انه بيعمل سبورت، بلس النولج والنولج هي الاساس، بنشوف هلا بتشوف اوقات uh, بنشوفهم مدربين باسكت بول مدربين فوتبول ما لهم بالشيب بس اشخاص بيكونوا رائعين عندهم نضج كثير كبيره بيوصلوا الفرق تبعهم ل لمباريات نهائيه ولبطولات عالميه والى اخره so, hey, لازم ينجمع بين الاثنين اكشلي شو مشكله تلاميذك اكثر شيء؟ توقعاتهم uh, بالفيلد غير ما انت بتعرف وكل لان انتم كلكم لما بتكونوا عم تشتغلوا بال يعني كل سنه بيجيكم جنريشنز غير وناس تانيين ومشاكل وهيدا وبتكتشفوا كل شيء بس بالاخر تقريبا انا اللي عم شوفه تقريبا الماجوريتي شيرز ذا سيم هدف بالموضوع يعني الفيو فيو اللي اخر شيء بيلمعوا مظبوط بيروحوا على غير محلات يعني يعني كيف بدي اقول لك اياها؟ فيو ار ذا فيري تالنتد كوتشز اللي تسلط الضوء عليهم اللي طلع لهم حقهم اللي ضلوا موجودين لانه بيغرقوا ببحر كل شيء مثل ما يو سوشيال ميديا وهيك بس اليوم انت يو لوك ات هول اللي عم بيقدموا عم بيشوفوا اليوم فايتين كرمال شو؟ كرمال هن هي على طول سالتها وعلى طول بسالها لكل الاكاديميز، كرمال فايتين كرمالهم ولا كرمال غيرهم؟ بهيدا المحل ما بتقدر تعرف اول شيء اذا هن فايتين كرمالهم ولا كرمال غيرهم. Sometimes في عالم بتفوت بيكون عندها باشن بهيدا الموضوع، بفوتوا فيه تيروحوا فيه للاخر. في عالم بيكون مثل باي محل انتبه مش بس بالسبور، نحن عم نحكي از ترينر. في عالم بفوتوا انه بلاقوا انه خليني اجرب حظي انا بهيدا المحل يمكن يزبط حالي يمكن ما يزبط حالي وهيدا الشيء اللي عم نشوف نحن عم نشوف اعداد يعني تفتح السوشيال ميديا نحن بنشجع بالعكس نحن بد... هيدا الشيء كثير يعني يروحوا على السبور وعلى هيدا الشيء احسن ما يروحوا على محل ثاني هون بيجي قد هذا هيدا الشخص متل ما كنا عم نقول اول شيء قد ايه بيشتغل على حاله وبيطور حاله يمكن ببلش از ترينر عادي في عالم بتكفي يمكن كل حياتها بتشتغل از ترينر عادي بتضل على الفور وتمرن عالم وفي عالم بغيروا بس بيكون البيس لإنه هيدا المحل يعني انت بدك تنطلق من محل هيدا المحل بدك تنطلق فيه هو اللي بالتريننج اذا انت بالسبورت منا انت بتروح يمكن تصير بعدين تفتح يور اون بزنس يور اون جيم يور اون ستوديو تصير مدير بجيم كثير كبير تقدر تسافر لبرا تروح على تدرب فرق لانه هي منا محدده بس از از جيم هي السبور مشروع كثير كبير عندك العاب كثير من فوتبول لباسكتبول لتقل... ما بينعدوا صح؟ سو so, ايه انت بتحضر هذا الشخص البيس تبعه ويمكن هو ما بيقدر يروح على محل ثاني الا ما يكون في عنده البيس، سو so, انت بدك تحضر البيس اول شيء ويرجع هو ينطلق على اي محل بيرجع يرجع ينطلق فيه. اليوم بالعالم الرياضه في ديفرنت كوميونيتيز، كوميونيتيز وهيدا اليوم ليه الفتنس كوميونيتيز هي هيك اسمها اكثر وحده سهله الاكسس عليها واللي طالع صيتها بشع انه سقط بشغله اخذ سيرتيفيكت صار بارت اوف ذا كوميونتي كوميتي يعني اذا بياخذك هلا على الجولف ثلاث ارباعه ما حيضاين ما بدي انا ما بضاين اذا بياخذك على الفانسينج ما حدا بضاين شو إذا عن جد سهله تو ريسيف ات اكسس يعني هذا انه بشوف البوكلت التمارين صعبه بس انه بيبرشوا مره بيعمل نوي بلانش وبيحفظه وبينجح الفحص اذا ما نجحوا يمكن يرجع بعيدوا مره ثانيه بس انه بتحسوا انه مستعد يحط الافرت على اول فتره لانه بعدين هوليك بتحسهم انه بدهم على طول في شيء you need always to be يعني كومبيتيشنز بريبريشنز وكل شيء بالفيدريشنز وهيك وهون كمان عندنا مشكله انه هون ما في فيدريشن معينه يعني بتجمع الكل تو بوت ستاندردز وهيك بس اليوم السيت اللي عندكم طالع على قصه هذا لانه يو ايزلي اكسسبل خليني احكيك عن انا مم... انا جيت لعندك إيه، انا بأخذ يس yes. انا حاحكي هلا مش عن عن حدا ثاني انا حاحكي no, عن عندك بدي اخذ شو بيصير يس uh, yes. انت اول شيء نحن عنا uh, الكورس تبعنا هو مجزا فشرحنا لك كيف بتتم على الكورس exactly. عندنا بارت اونلاين يلي يعني هي عباره نحن كل شيء الماتيريال يعني بدل ما نستعمل الكتاب نحن كل شيء مصور بيحضروه بفيديوز سيشنز كل سيشن من 33 دقيقه او 40 او ماكسيموم 45 دقيقه بيحضر كذا سيشن ومن بعد هيدا السيشن بيجي عنا شيء اسمه لايف زوم سيشن يعني برجع بطلع انا معهم لايف زوم وبكونوا هن حضروا السيشن كنا بنعمل ريكاب بنعمل مراجعه على المعلومات اللي اخذوها وباخر السيشن بيكون في كيو اند اي بيسالوا اسئله يلي يعني هن بحال حدا عنده اي سؤال ما فهموه بعد فتره بنرجع بننزل اون فلور على الارض حسب اي كورس عم نعمله على الفلور بننزل بنطبق القصص براكتيكلي على الارض لانه انا ما في هاي القصص علمها بس نظري بدي طبقها على الارض لانه بيجي لعنا الاشخاص اللي عندهم خبره بالتمرين وصلوا لهم فتره بيجي لعنا الاشخاص اللي بدهم يتمرنوا بدهم يبلشوا بهيدي المهنه من بعد ما نخلص نحن هيدي الباكج كنا سوا بيعملوا امتحانات خطيه بده ينجحوا بالامتحانات الخطيه بيجي عندهم بروجكت هيدا البروجكت بدهم يحضروه بدنا يكون نحن عاطينهم كيس بدهم يحطوا بروجكت ديبند حسب هيدي الكيس ويعملوا البروجكت تبعه من بعد ما يخلصوا هذا الموضوع كلهم بيجي عندنا شيء اسمه انترنشيب اند براكتيكال اكزامبل شو الانترنشيب؟ الانترنشيب بننزل نعطيهم تريننج شو معقول يجيكم بالبراكتيكال اكزام يلي أو هو بالجميع. هو بالجمال يلي هو انا مثل اليوم كان عندي براكتيكال اكزام يلي هو بننزل شخصين شخص بنعتبره انه هو الترينر وشخص بيكون الكلاينت بيعملوا روتيشن بننزل بنشوفهم على الارض هن كيف عم بيعملوا كيف عم بمرن كيف عم بحكي كوميونيكيشن سكيلز الكوتشنج تكنيك كيف عم بصلح كيف عم بتنفس كيف عم بحمسه للزبون كيف عم خليه يقعد صح everything سو so, نحن حتى لو هو عامل خط لانه اذا بنجي بنفكر فيها نحن الشخص في يدرس بيحفظ بيجي بيدرس المعلومات وبيجيب 100 عمية نوت ا ترينر نحن اذا هيدا الشخص ما كان نحن اكيد انه اي كيس عم تجي على الجيم اذا كانت بيجنر اور انترميديت اور ادفانس قادر يشتغل معها ما بينجح ما بياخذ السيرتيفيكيشن يعني اتس اباوت نحن ما بنوزع سيرتيفيكيشن ايفن حتى انت لو اخذ 100 على 100 نحن بدنا نشوفك على الارض والسيشن اللي بتكون على الارض اتس نوت اباوت 5 مينيتس انه اوكي عملت نو سيشن 1 اور سيشن يعني انا وياك بدي اعطيك تمرين ساعه فروم ايفري ثينج كيف ببلش احكي معك نحن وات وي كول بري سكرينينج يعني بعمل بري سكرينينج معك بسالك شو اسمك شو بتعمل شو بتساوي كيف اسلوب حياتك عندك مشاكل صحيه ليه جاي لهون لي بدك تتمرن في مشاكل بالعيله نسال عنها كل هالقصص تاخذ دواء عندك اصابات بس كيم ريسنتلي ولا ما كان موجود هيدا الشيء صرنا نحن شيء 3 ييرز ليه لانه هيدا الشيء انطلب من اليورو بريبس يعني من المحل ما نحن معتمدين سو so هن هني كمان حتى بيوروب وحتى بامريكا وين ما oh, كان yeah. بالعالم نفس نفس المشاكل كانت عم بتصير صاروا يشوفوا انه لا نحن هيدا الشيء ما لازم يقطع هيك لازم نحن نشوفوا لهيدا الشخص كيف عم عم بيشتغل زاد هذا الشيء بعد كوفيد فينا نقول بلشنا بعتقد في قبل بلشنا في قبل و... بس لا مثلا سؤالي بعد كوفيد زاد عدد الناس اللي بدها تصير بيرسونال ترينرز؟ لي... يس تقول يس اوكي وانتبه زاد العدد كثير بس نحن اللي بنشوفه هالاعداد الكبيره اللي بتكون موجوده بالماركت مش شرط تكون كلها سيرتيفايد يعني هيدي الشغله كثير مهمه بس وقت اعمل لك اذا انا عم بحضر حدا على الميديا بدي اعرف هذا الشخص مين بس دين مرات في يجيب لك حدا منه سيرتيفايد يكون اشطر من حدا من عندك مثلا أه مرات أه ميبي معقول معقول الخبره بتلعب دور اوقات معقول بس اشطر من اي ناحيه قصدك بال بال بالساينس تبعه

دوت جوف government شي ريليتد للميديسن شي ريليتد للطب شي ريليتد لكذا اتاكد انه انا هاي المعلومه اللي هاي المعلومه صحيحه سو so نحن ذاتس واي كل فتره سنه ونص او سنتين في عندنا ابديت ايفن للماتيريال تبعنا يعني حتى الماتيريال نحن تبعنا بتتغير وبتتعدل حسب شو القصص يلي انزادت شو القصص يلي تطورت وبدنا ننزلها شو لازم نعمل هلا شو لازم نزيد يعني بدي اسالك هذا السايكل اللي خبرني اللي بفوتوا لعندك وكل هالقصص هو كلهم بنعادوا بعد ثلاث سنين يجي ياخذ الشهادة من اول جديد يعملوا مثل 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 هي بتخلص بعد ثلاث سنين ايه شو بيصير بعدين؟ بعد بعد هيدا الشيء بده يكون هو عمل نحن بنقول له سي اي يعني بده يكون عنده كذا نقطه بده يكون مجمع هو كذا نقطه بهول ثلاث سنين يمكن يكون عم يدرس شيء ما له ريليشن بالرياضه مش شرط يكون عنده برياضه يمكن يكون عم يدرس شيء عن الأك عن النيوتريشن يمكن عم يدرس شيء عن الانجريز هي الفكره جاست تو كيب ذا مايند ابديتد لكل شيء ريليتد للسبور اكيد

عندنا كورسز بكل شيء ريليتد للسبورت من البيرسونال تريننج للبوست ريهابيليتيشن كل شيء اصابات رياضيه وهذا السيرتيفيكت لهذا السؤال كمان جديد المهم هذا السيرتيفيكت في ناس بدبي؟ يس بيكوز نحن يو اي اي ريبس سو نحن اجمالا بكندا امريكا يوروب امارات بكل العالم يعني نحن فينا اوكي ثانك يو سو ماتش فور تايم ات واز ا بليجر ثانك يو ثانك يو توفيق ميرسي توفيق ثانك يو